سيادة الرئيس احنا محتاجين رخصة أبوة. مش هيمشوا بيها يا يحيى، وهيفكروا يزوروها، بس طبعا هي ما ينفعش تتزور. مين يقدر يزور عهد ربنا ماضي عليه بنفسه؟ مين حضرتك؟ أنا صلاح كمال نجيب أبو آدم، الوديعة اللي كان موكلني عليها ربنا واستردها يوم الحادثة. حضرتك أنا أفتكر يوم ولادة آدم في المستشفى، خدته من أوضة الولادة ورحت بيه لعون مراتي، كانت لسه يا دوبك كده بتفوق من البنج يعني، فشلته على ايدي وقربت منها وسألتها سؤال بمنتهى الجدية: ده بكام؟ قالت لي: ايه اللي انت بتقوله؟ قلت لها: لا صحيح، بجد ده بكام؟ بكام ده؟ بكام؟ ثمنه كام ده؟ قالت لي: ما يتقدرش. قلت لها: بس هو ده اللي انا كنت عايز اسمعه منه. أغلى حاجات في حياتنا ما دفعناش فيها ولا مليم، وأتفه حاجات في حياتنا دفعنا فيها فلوس كتير، بس طلع الفلوس ما تشتريش غير كل رخيص وملوش قيمة. ولدنا أغلى حاجة في حياتنا، نعمة كبيرة أوي، وآدم زي ما كان نعمة في المدرسة اتعلمت فيها ازاي اكون انسان، انسان بجد. انا ما فقدتش حاجة، آدم لسه عايش، آدم لسه جنبي، وما زلت بتعلم، بتعلم منه اني اكون احسن علشان اقدر اروح له نفس المكان اللي هو قاعد فيه دلوقتي. ولادنا نعمة كبيرة أوي، يا ريت نعرف إن الحياة ما فيهاش أي حاجة، لا فلوس ولا متعة تستاهل إن احنا نخسر عيالنا وهم لسه عايشين وسطينا. أنا بضم صوتي لصوت يحيى، مش كفاية بس فكرة رخصة، لازم كل أب يوم ما ضناه يتولد يشيله ويقف بيه قدام ربنا ويقسم قسم الأبوة: أقسم بالله العلي العظيم الذي رزقني هذا الطفل وأوكلني على رعايته أن أعمل جاهدا على نفسي ومنكرا ذاتي لأبني فيه إنسانيتي ليكون نافعا في كل عمل صالح لأهله ووطني.